مين فينا ما حلم هو وصغير يعيش بقرية بابا نويل؟ هالحلم اللي انزرع بخيالنا من سنين لولادنا ولقلنا كمان صار حقيقة. بأسواق بيروت الصغير عم يكتشف هالحلم ويحققه، والكبير عم يسترجع ذكريات طفولته بقرية الميلاد. دي بابا نويل كادو دي سان لا دو سيال طلبت أبوتي جورنال كرمال اكتب فيه. عرفوا انه بير نويل جاي من بول نور وجاي لهون على سانتر فيل بور لليباني. اول سنه بتجيبي اولادك له؟ هيدي ثاني سنه، السنه الماضيه عملوا الكريسماس فيلج جينا والسنه كمان. بالنسبه لي كثير حلوه، يعني بعد لحد هلا بلبنان ما صار اجمل من هيك صراحه. 1300 متر مربع من شخصيات قصص الطفولة ومن تماثيل الأرانب والزينة منقطعها لنوصل لبيت بابا نويل القاعد على كرسته مثل ما منشوفه بالأفلام وناطر الولاد يطلبوا منه الهدايا اللي بيتمنوها. بعتقد أنه عيد الميلاد بيعني كل اللي حافظوا على قلب الطفل فيهم، وكرمال هيك الكبار والصغار بيكونوا مبسوطين بهالعيد. واتمنى لهم يعيشوا حياة حلوة وسلام وميري كريسمس للكل. قرية الميلاد بتفتح أبوابها من الساعة 4 للساعة 8 تنعيش بدنيا عن جد غير دنيا.